يعني جدال. تساهل بالضبط، لكن هنا في المجتمعات العربية يعني مازال ما تطور هذا الأمر، وخاصة في المجتمع الجزائري، لأنه وسائل التواصل الاجتماعي يعني حديثة عهد بالمجتمع الجزائري، والناس مازال راهي تفرغ ومازال تستعملها بطريقة عشوائية وما عليهاش قوانين صارمة. مؤخرا وصارت بعض تخلق فتن، القوانين صارت تخلق فتن مشاكل كبار. وتشتت بيوت، صح بالضبط، يعني مشاكل خصوصا السيدات، في كثير من السيدات فنانات ربما تلقايهم يحطوا صورهم ويتهجموا عليهم بالكلام وينسوا أنه عندهم عائلة، عندهم أهل، عندهم ما. يعني مش فقط الفنانات، لأنه بين قوسين الآن حتى صارت مجموعات خاصة مثلا بالنساء بالرجال، يوقع فيها تشهير، يوقع فيها كما نقولوا ريغلمون دو كونت، يعني تصفية حسابات. تصفية حسابات بالضبط، فتلقى فلانة تشير إلى فلانة، يلي درتي لي ويلي فعلتي لي ويلي فيك ويلي كذا، والأخرى ترجع لها، ومن بعدك ناس تتفاعل، ومن بعد ناس يعني تعطي أفكار سلبية، وناس واحدة أخرى تسب للأسف، وتدخل في واحد الحلقة سلبية مشحونة، يعني الإنسان ما يخرجش منها إلا إذا كان عنده وعي وعرف يدير هذاك لو ستوب، سينو هي راح تديه وتولي فيها، لانه كاين اذيه للذات، ومن بعد يولي الدفاع، ومن بعد تولي اذيه واحده اخرى، يدخلوا في هذيك الحلقه المفرغه للاسف. استاذه، نفسيا هذا الانسان يعني اللي يدخل الفيسبوك ولا يدخل انستغرام يشوف صوره شخص ويرفد التليفون، يعني كما احنا نقولوا بلا عجز، يعني ويكتب كلام جارح لهذاك الانسان، ما يعرفه، ما يعرف شخصيته، ما تلاقى به، ما يعرف تفاصيله، كيفاش نوصفوا هذا الانسان نفسيا؟ ولو كان تهضري معاه يقول لك انا شفتهم هما يكتبوا نكتب. انا اكتب للاسف، هذه يعني ادهى وامر، انه تابع فقط، ما عندوش شخصيه، ما عندوش اراء. هي على العموم يصنفوا الى ثلاث شخصيات. عندنا الشخصيه الاولى يقولوا هي شخصيه نرجسيه، النرجسي يشوف عنده نظره تاع الكمال، باللي انا خير من الناس، انا نعرف، انا هايل، انا واو، انا فيها كلش مليح، فبالتالي ينظر دائما للاخرين بعين الاستصغار، ينظر بلي عندهم سلبيات، فيضطر باش يغذي هذاك الشعور تاع انا فور، يبين النقائص تاع الاخرين. هذا من جانب. كاين الشخصيه اللي تهوى التسلط، بمعنى تحب تبين نفسها، تحب تفرض وجودها، تحب تكون في مركز قوه، مركز قوه، وتحب يعني تسيطر على الكلام ولا على الجماعه ولا على الموقف ولا، وهذاك المركز القوه. فهاد الاشخاص ايضا يضطروا الى ايذاء اخرين من اجل هذاك فرض الاحترام والحصول على هذيك القوة. كاين شخصيات اللي هي أصلا عانات من هذا التنمر، عندها ثقة في النفس مهزوزة، فوش تدير؟ كاين واحد العملية نفسية يسموها الإسقاط، بمعنى وش عندي أنا الداخل خايف منه، ترمي العيب على الآخر. بالضبط، نولي نرميه على الآخرين، ومن بعد نولي نجيب ناس أنت فيك كذا وأنت فيك كذا، باش نشفي هذاك الخوف وهذاك القلق والتوتر اللي كان موجه لذاتي، نولي نوجهه للآخرين، وتبدأ هنا الهجومات. فهذه الثلاث شخصيات يعني معاناتهم النفسية شديدة جدا. الشخصية الثالثة اللي ممكن تكون ضحية، اللي قلنا عندها نقص ثقة في النفس، هذه نقدروا نرجعوها، لكن الشخصيات تاع المتسلط واللي عنده نرجسية يعني صعب إرجاعها.